وبالعودة إلى تطورات الأوضاع في مدينة غزة، معنا من هناك عبر الهواء مباشرة مراسلنا إبراهيم لبد. مرحبا بك إبراهيم، كيف تبدو الأوضاع لديك؟ نعم لؤي، هي الأوضاع على حالها منذ صباح هذا اليوم. القذائف المدفعية متواصلة على حي الزيتون ومنطقة الشرق من حي الشجاعية وأيضا منطقة حي الصبرة غرب حي الزيتون. هذه المناطق تتعرض للقذائف المدفعية منذ ساعات الصباح مع تواصل الغارات الإسرائيلية وتواصل أيضا تحليق للطائرات المسيرة في سماء مدينة غزة، مع تواصل أيضا طائرة كواد كوبتر التي تلقي قنابل على مجموعات المواطنين على مدار الساعة. نتحدث ربما عن عدد من الإصابات وصل ظهر هذا اليوم إلى مستشفى المعمداني. نحن الآن نتواجد في هذا المستشفى، المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة في ظروف صعبة جدا وإمكانيات قليلة جدا، في ظل واقع صعب أيضا وقلة الكوادر الطبية، مع تواصل هذه الغارات الإسرائيلية باستمرار على مدينة غزة. نتحدث ربما عن الأصعب، وهو المشهد الأصعب في شمال قطاع غزة، مع دخول اليوم 26 على التوالي في هذه العملية العسكرية متواصلة في شمال قطاع غزة، واستهداف كل وانهيار المنظومة الصحية وانهيار أيضا مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة ومستشفى أيضا الأندونيسي، في ظل الواقع الصعب بعد مغادرة الدفاع المدني من شمال قطاع غزة. نتحدث عن واقع مؤلم مع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على شمال قطاع غزة. يعني يحاول بعض من المواطنين انتشال أعداد الشهداء من تحت الركام في ظل هذا الواقع الصعب. نتحدث ربما مع المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني وهو الأستاذ محمود بصل للحديث أكثر عن هذا الأمر. يعني نتحدث ربما محمود عن كوارث إنسانية في شمال قطاع غزة، الواقع صعب جدا مع تواصل هذه العملية العسكرية الإسرائيلية وانضمام أيضا لقوات كفير على هذه المعركة. نتحدث ربما عن الواقع الإنساني الصعب وعدم قدرة الدفاع المدني على مواصلة عمله في شمال قطاع غزة. يعني هو بالفعل اليوم يصادف 400 للحرب على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي ما زال يقصف ويقتل ويحرق ويدمر ويصنع كل العجائب حقيقة في قطاع غزة. وبالنسبة لشمال القطاع الآن نحن نتحدث عن 21 يوم لمنع طواقم، أو 11 يوما لمنع طواقم الدفاع المدني من القيام بمهامها الإنسانية في خدمة المواطنين في شمال القطاع. نتحدث عن كارثة حقيقة موجودة في شمال القطاع، 1300 شهيد تقريبا في ظرف 29 يوم، بمعنى في كل يوم يسقط عدد كبير من الشهداء، شهداء في الطرقات، شهداء في المنازل، شهداء لم يدفنوا، شهداء أكلتهم الكلاب الضالة، شهداء حتى هناك مواطنين مفقودين لا يعلم عنهم أي شيء. وبالتالي الحديث عن واقع الإنساني هناك هو واقع مأساوي. الاحتلال الإسرائيلي يفعل الآن ما لم يفعل بالسابق في منطقة جباليا. الاحتلال الإسرائيلي حقيقة ينفذ بكل تأكيد الخطة التي تحدث عنها في السابق وتفريغ شمال القطاع من خلال حرمان المواطنين من الطعام، حرمانهم من الدواء، حرمانهم من كل شيء، حتى من مقومات الحياة. الآن المواطن هناك يعني غير متوفر له أي شيء. طواقم، يعني أنا لا أذكر في تاريخ درسنا في الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني، في درسنا في الكتب أنه لم تحرم في أي معركة تحدثت، أي حرب حدثت، أنه تعزل المستشفيات ويعزل رجل الدفاع المدني من القيام بمهامه. ولذلك ما يحدث الآن هو كارثة. الآن يصاب المواطن في شمال القطاع ولن يجد من يقوم بإنقاذه. الآن المواطن يقتل في شمال القطاع ولن يجد من يقوم بدفنه. المناشدات التي تصل إلينا الآن من مواطنين داخل المنازل يطلبوا منا أن نأخذ أطفالهم ونساءهم وأهليهم وهم شهداء من داخل المنازل حتى نقوم بدفنهم، لأنه بدأت علامات التحلل تظهر، بدأت روائح هذه الجثامين تخرج. يعني وصل بنا الحال إلى حالة صعبة يرثى لها بشكل كبير جدا. الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن يحاصر قرابة 100,000 مواطن موجود في شمال القطاع، هؤلاء بلا ماء، بلا طعام، بلا دواء، بلا مستشفيات، بلا دفاع مدني، بلا أي شيء. هؤلاء إن لم يتم إن يعني التدخل الفوري للمنظمات الدولية ولأحرار هذا العالم والمنظمات الإنسانية، نحن نتحدث على احتمالية أن يموت هؤلاء، لأنه لحتى اليوم قرابة شهر لم يدخل لهم أي شيء، لا طعام ولا أي شيء. وبالتالي أنا أستغرب من نظرة العالم، يعني حتى اللحظة ماذا يريد العالم منا حتى يتعاطف ويتحرك؟ يعني هل يريد أن نقدم أكثر من ذلك؟ 43,000 شهيد استشهدوا وسجلت في أسمائهم في وزارة الصحة، 10,000 تحت الأنقاض مجهولين، 8,000 مش معروف وينهم، أرقام فلكية موجودة، نتحدث عن أرقام فلكية ستظهر بعد هذه الحرب
حدثت في قطاع غزة. هل هذا الرقم غير كافي حتى يستفيق هذا العالم؟ هذا السؤال احنا بنحكي من جانب انساني. متى يريد ان يتحرك العالم امام ما يحدث الان؟ الطفل في قطاع غزة وتحديدا في الشمال يموت من الجوع ويقصف، وبالتالي يلاقي ربه وهو جائع ومخصوف من الاحتلال الإسرائيلي، وهذه بحد ذاتها مأساة يعيشها المواطن هنا في قطاع غزة. النساء، يعني أنا أتخيل حقيقة أن الآن المرضى أصحاب الأمراض المزمنة الآن هؤلاء يحتاجوا إلى مستشفيات ورعاية دائمة. ماذا حل بهم الآن؟ شهر في واقع مأساوي صعب، 11 يوم بلا مستشفى، بلا خدمة، بلا كوادر طبية، بلا أي شيء. ماذا صنع هذا المواطن؟ بكل تأكيد ستجد بعد الإنهاء الاجتياح في منطقة الشمال أن هناك مواطنين قتلوا نتيجة المجاعة، قتلوا لأنه ليس لهم دواء، قتلوا لأنه لم يعرض على الطبيب. هناك أطفال، هناك نساء تريد أن تلد. هناك بمعنى كل أشكال المجتمع الآن وكل المفارقات موجودة الآن في شمال القطاع. نعم، هو كل أشكال الموت واقع أستاذ محمود. يعني كما تحدث الأستاذ محمود، الواقع مرير جدا في شمال قطاع غزة. الأمور تزداد وتتفاقم مع هذه العملية العسكرية المتواصلة في شمال قطاع غزة. نتحدث ربما لؤي عن واقع أليم جدا، ربما الصورة غير كاملة من شمال قطاع غزة في ظل أيضا انقطاع الإنترنت والاتصالات والواقع الأليم في شمال قطاع غزة. هذه هي الصورة لؤي حتى هذه اللحظة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة. مراسلنا إبراهيم، والشكر موصول كذلك للرائد محمود بصل على كل هذه المعلومات. كنت معنا من مدينة غزة.